السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده يا جماعه هنعمل لكم مكرونه بالهريسه والكاتشب. المقادير يا جماعه: هريسه، كاتشب، روزماري، فلفل بصل، فلفل الوان، زيتون، البهارات بقى طبعا بابريكا، حبهان، فلفل اسود، ملح، وحدة ماجي، مكرونة، سمنة وزيت. هنشوف الطريقة مع بعض. جماعة احنا حطينا معلقة سمنة بلدي اهوت في الطاسة، هنحط بقى حبة زيت كده، وبعدين هنحط فيهم الروزماري عشان يعمل ريحة كده اهو. طبعا هنحط وحدة الماجي معاها. ننزل بقى بالبصل كده، ناخده تلويحة صغيرة خالص، نقلب في البصل اهوت، نحط بقى الشطة اللي هي الحراقة الحارة دي برضو كده، تقليبة كده صغيرة بس. هنحط بقى الفلفل الألوان، معلقة هريسة كده صغيرة، طبعا الهريسة دي بتبقى حارة جدا اهو. وبعدين هنحط الكاتشب، كاتشب اهي، يعني مفيش صلصة يا جماعة، لو بدي كاتشب شوية حاجة الشطة لا تبقى موت، هي معمولة بالهريسة والكاتشب بس مفيش صلصة. يعني يجي 3 معالق كاتشب ومعلقة الهريسة دي، صح يا حاجة؟ اه. وبعدين هنحط بقى البهارات بتاعتنا احنا قلناها في الأول، ملح وفلفل أسود وحبهان وبابريكا وبس. قلب بقى. طبعا ده زيتون اهو أسمر مخلي، ممكن تحط برضه خيار المخلي اللي هو بيجي جاهز ده الصغير ده، أي حاجة عندك كده. نحط بقى المكرونة على ريحتها بالكاتشب والهريسة ديت او الشطة الحارة، رهيبة يعني، ما خدتش اي حاجة. لا شوية الوان في ال شوية الوان يا جماعة في الوصفة والريحة بقى. شكلي كده احب المكرونة مع الحاج، ما بحبش المكرونه خالص، فلذلك احنا ما بنعملش وصفات كتير فيها خالص. لا لا انا هعمل الواجب معاها. هعمل لكم مكرونه برضو بالجمبري، تبقى جميله قوي. يلا يلا نجيب خلاص كده يا جماعه، ما قلكوش ده وصف ما شاء الله. ها لا، والطاسه بتاعتك الجديده دي عامله شغل. جالي دي جالك هدية من مين؟ الطاسة دي جايه الحجاج جابها لنا. يلا غطيها بقى دقيقتين كده يا حاجة. ما شاء الله، بس هي حارة قوي. غطاها كده خليها ترد مع بعضها كده. دي جايه بتهيألي مش هياكل منها. دي ان شاء الله.
ده الشكل النهائي للمكرونه بالكاتشب والهريسه. جميله قوي. جربوا الوصفه يا جماعه، اشتركوا في القناه، منور بركات، والسلام عليكم.